أهداف أمنية وإنسانية تحققت في عملية عسكرية لقيادتي عمليات المقر المتقدم وصلاح الدين، تمثلت بتأمين عدد من القرى في المناطق المشتركة والتي نزح منها المواطنين بسبب داعش الإرهابي. تم تنفيذ هذه العملية صباح هذا اليوم لغرض مسح وتطهير جبال حمرين وكذلك منطقة حاول العظيم بالنسبة لقيادة عمليات صلاح الدين وديالة، وكذلك المنطقة مناطق زيتون والقرى المحيطة بها لقاطع عمليات كركوك. المنطقة حقيقة هي شهدت حقيقة تحسن الوضع الأمني مؤخرا لأن كثرة عمليات في هذه المنطقة والتنسيق ما بين هذه القيادات، لكن عندنا هنا هذه المنطقة حقيقة لغرض إعادة العوائل وإعادة القرى اللي أهلها كانوا نازحين. العملية أسفرت أيضا عن اكتشاف أوكار لعناصر داعش والتي تم تدميرها وحرقها، علاوة عن عبوات ناسفة واسطوانات تحوي على مادة السيفور شديدة الانفجار. عثرنا على 5 مضافات للعدو في هذا المكان وعشر جريكانات مفخخات سيفور وعبوات متفرقة 10 أو أكثر من 10 والدراجات نارية 3 دراجات. طبعا هذه العمليات هي استباقية من قبل قادتنا ومراجعنا. حاليا احنا باقين على تطهير كافة المناطق اللي موجودة اللي هي اشوفها حاليا وديان وداعش يستغل هذه المناطق. عملية مشتركة لقيادتي عمليات صلاح الدين والمقر المتقدم حققت تأمين المناطق الفاصلة بينها والمؤسسات النفطية في سلسلة مرتفعات حمرين من وادي زغيتون جنوب غرب كركوك. رود ينور، العراقية الإخبارية.